وبس هو يمكن ما بيشتغلش تلايف. اتفضل حضرتك. لا يا فندم، ما هو بصي دي حاجه يعني دي استاذنا الجميل الثعلبه انا برضو ايه مش عايز افضل بهاجم على فرط طول التوتر وابقى لا، الحاجات دي كلها بتعالجوا التوتر يا هل استاذ هل ياسر؟ هل انا انا عشان اذاكر طب اخش على النت؟ ما قلتش اخش على النت. لا انت عارف انا جاي، احنا عندنا المنهج بتاع الطب ازاي، حتى بنعلم في الماجستير والدكتوراه وبعد الدكتوراه ازاي، في ابحاث علميه. تمام. الابحاث العلميه دي معروف فيها دوريات علميه، والدوريات العلميه دي بنقرا دكتور هشام ونحللها. دكتور هشام، ما ينفعش. دكتور هشام ده ايه؟ دكتور هشام انا مش عايز قول لي ده بص ايه يعني، ده كدب. اصل انا ده كدب، ده منشور على النت كدب. طبعا ما حصلش في الجامعات. طبعا الكلام ده ما حصلش في الجامعات المصريه. طبعا مصر يعني ولا حصل الكلام ده. فين الجامعات المصريه؟ حضرتك عاوز تقول يا اخي الفاضل قريت ايه كذا؟ انت قلت لي ما انت قرات جامعه كذا كذا اهو يا فندم. جامعة عين شمس اللي مكتوب اسمه على النت دكتور خاطئ. مكتوب انت مش عارف كده؟ وده بيتعالج. هو انا بطلع على النت، النت ده يساعدني ايه؟ اقول صلاة الفجر امتى؟ تمام. اشوف مثلا اسعار الذهب ايه؟ بتعالج صعوبة التنفس. هل انا باخد منه معلومات طبية؟ يعني حضرتك لا طبعا. يعني حضرتك دلوقتي بتقول ان مصر ما فيهاش اي بحث علمي حصل فيه عن الحجامة؟ اكيد. بس الابحاث دي انت بتتكلم أكيد. على ايه بقى؟ سؤال بس. كليه بص استاذ ياسر ده اكيد. معلش يا دكتور هشام، ولا توقع دكتور هشام؟ معلش لا لا معلش بعد اذنك. اكيد ولا توقع؟ يا دكتور يا استاذ ياسر المعترف بيها، ضميرك الانساني، ضميرك الانساني وانت بادئ المقدمه بايات قرانيه، ضميرك الانساني انك تفتح وتشرط في بني ادم، انت موافق على ده ورافض فكره ان الحجامه جهل وخرافه؟ يعني ايه انت ضميرك موافق على ده؟ السؤال. ضميرك انت حضرتك بتصوري المساله دلوقتي، ضميرك موافق؟ انت انا مصوراها غلط. سؤال. انت حضرتك مصوراها غلط. ايه تفتح في بني ادم وتقطع وتطلع؟ مش انت اللي بتقوله بنطلع دم؟ ايوه. هو انت معنى فكره ان معنى ان انت بتشرط يعني. بتشرط. سؤال بس. ضميرك قصاد ربنا. يا استاذه بعد اذن حضرتك. يا استاذ رد عليا. يا استاذه بعد اذن حضرتك. رد عليا. انت صور المساله غلط وبعد كده تقولي رد عليا. ارد عليك على ايه يا استاذ؟ رد على الغلط اللي انت شايفه غلط. انت ضميرك موافق. انت بتفتح وتقطع. انت مش بتشرط. لا بتقول بتشرط. ضميرك موافق. اه موافق. ضميرك موافق. ما زلت على رايك انه جهل؟ طبعا. ما زلت على رايك لقائنا انه جهل وخرافه؟ لقائنا فوق عند الله، عند الله سبحانه وتعالى. انه جهل وخرافه. وانا بس بقول لحضرتك على حاجه. اتفضل لو تسمح. اتفضل لو تسمح. اتفضل. ده نداء بسيط خالص على دماغك. لو تسمح شوف لحضرتك شغلانه ثانيه غير الموضوع اللي انت بتعمله ده، لان الموضوع ده هيؤدي الى المساءله القانونيه. تمام. الكلام دون سيؤدي بحضرتك للمساءله القانونيه. تمام. انا كل اللي بقوله لك عشان انت اخ فاضل واني احبك في الله، ارجوك احبك الله ارجوك شوف حاجه تانية غير كده. مقتنع قول والله انا هعمل كاسات هوا زي المساج، زي الناس اللي بتعمل مساج مثلا الشغلانه الاساسيه ريلاكسيشن او تريح والناس يبعتوا لنا من غير امراض. يا جماعه جربوا انا لكن من غير تشريط نفعت معاه ومن غير ما تقول والله لا ده انا قلت له على عيان فضل عندي كمل من الـ من الـ من الناس المهمين ساب ادويه الضغط، حد لعب في دماغه. تمام.